تخادم ربما أستاذ محمد واستفادة من تجربة العقوبات، إلى أي مدى بالفعل استطاعت روسيا وإيران اليوم تجاوز معضلة العقوبات من خلال التعاون البيني بينهما؟ لما في هذاك يعني الفائدة الكبيرة اللي بتعوض كان روسيا وكان إيران، أو بتخفف العقوبات عن روسيا أو إيران، لأن العقوبات أكبر بكثير من إمكانيات البلدين، لأن العقوبات تقريبا شبه الأمم المتحدة متشاركة فيها دول العالم كله، يعني إضافة على دول أوروبية وأمريكا، العالم كله تقريبا بشكل أو بآخر إجباري مشارك في فرض العقوبات على إيران وعلى روسيا. فأي توافق بين روسيا وإيران ومصالح مشتركة بتظل ضعيفة، لا يعني لا تسد الحاجات للبلدين، والله أعلم. طيب، هنا بموضوع المصالح التي تحققت، عندما نتحدث ويتحدث وزير المالية الإيراني عن أن روسيا أكبر مستثمر أجنبي في إيران اليوم، ماذا نفهم من هذا الأمر أستاذ محمد؟ يا سيدي، يعني هو عم بيقول الحكي صحيح، بس هو الأهل هي المبالغ التي ستستثمر، يعني تنبه لك، أنت عم تحكوا عن 4 مليارات. شو 4 مليارات في دولة مساحتها حوالي 16-20 مليون كيلومتر مثل الاتحاد الروسي، ودولة مثل إيران، شو الأربع مليارات؟ شو بتسوي؟ شو بتعوض؟ شو بتغير من المعالم الاقتصادية؟ وماذا عن التعاون العسكري الحاصل أستاذ محمد؟ نعم، يعني التعاون العسكري، التعاون العسكري بين بلدين هو كمان يعني عبارة عن فشة خلق، يعني لما إيران روسيا عم تحتاج إيران مشان تبعت لها صواريخ وتبعت لها سيارات بدون سيار، يعني هذا عبارة عن فشة خلق يعني بين إيران وبين أمريكا. يعني كيف أمريكا يعني فشة خلق؟ ما فهمت هاي. يعني حجمها أضعف من أنه تأثر. نعم وتكون نعم نعم، هو هذا الجواب، هو جنبك حكيت. يعني شكرا جزيلا لوجودك معنا الكاتب والإعلامي محمد فاروق الإمام، أهلا ومرحبا بك دائما في استديو 9.